السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم مروه مروان من قناه الطبخ احلى مع نغم. لو اول مره تشوفونا يا ريت تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا يا حبايبنا. القناه بتاعتنا بتقدم محتوى طبخ وتحديات، الكلام ده للناس اللي اول مره لسه تتابعنا. هنعمل مع بعض النهارده لحمه ولوبيا، يا ريت تخليكم معانا لاخر الفيديو علشان تشوفوا الطريقه ازاي، ودعمونا باللايك والاشتراك يا حبايبنا. دي كده هنحطلها الحلة سخنت، لازم الحلة تكون سخنة يا جماعة، هنحط فيها اللحمة. تمام، الصوت لازم تكون الحلة سخنة كده. اغلب الولاد يرضوا ياكلوا اللحمة دي، ويبقى جاي مع اللحمة حتتين عظم كده برضه، بيبقوا حطيهم بيعملوا شوربة حلوة. الاول بقى هناخدها تشويحه كده، احنا طبعا معلين النار يعني وسط كده، مش عاليه جدا انها تتحرق، ومش هاديه قوي انها تنزل الميه بتاعتها من غير ما تتشوي. اوريكم دلوقتي خطوه برضو مهمه عشان تخلي اللحمه بتاعتك تنزل كل السمار والريم والحاجات اللي بتخلي الشوربه بتاعتك غامقه كده. انا مش هحط عليها اي حاجه خالص دلوقتي الا لما تنزل الحاجه بتاعتها، يزموا الحاجة بتاعتها اللي فيها دي. شايفين بقى المية الغامقة اللي نازلة من اللحمة دي؟ اللحمة دي كده اتشوحت خلاص، بس الميه الغامقه بتاعتها والريم مستويات بتاعها نزل في الميه. وفي ناس بتقولك استنى ما الميه دي ان اللحمه تشرب بعد كده نضيف الميه السخنه كده، بتخلي لك الشوربه بقى لونها غامق وبيطلع عليها ريم كتير وانت بتطبخي. انا هطلع اللحمه دلوقتي احطها في حاجه وهكب الميه دي واشطف الحله شطفه سريعه كده وارجع اللحمه فيها تاني. شايفين ده اللي بقول لكم عليه؟ بيبقى بقى الدم اللي نازل من اللحمه وبيبقى الريم اللي فيها وكل حاجه. هنشطف الحله بقى وارجع لكم. كده انا غسلت الحله تاني، هنزل بقى باللحمه عليها تاني، بس المره دي بقى على نار عاليه علشان ما تنزلش الميه بتاعتها تاني. هحط عليها بقى البهارات بتاعتها واديها لكم اهي. طبعا بحط فلفل اسمر الاول على اللحمه واقلبها، وبعد كده ما كترش فلفل اسمر من اللي عندي برضه لانه بيغمق الشرب. يعني لو عندك فلفل اسمر فلفل اسمر لسه مش مطحون يعني يكون احسن في الشوربه بالذات. اللحمه عشان عليه النار عشان ما تنزلش ميه تبقى كتير في الارضيه، حطيت كمان رشه فلفل اسمر بقى على الجنب الكامل من اللحمه كده. انا هديت النار شويه بس بسيطه برضه، نشوف الفلفل الاسمر الجنب الكامل كده من اللحمه. طبعا في الوقت ده انا غالية مية، هحط هنا بقى ايه، هنا طماطم مية كانت في الفريزر، وعندي هنا بصلاية، وعندي 3 فصوص توم، انا بحب احط التوم في الشوربة ومقطعاهم من صغر، وعندي مستيكة وحبهان وورق لورا وقرفة ناعمة. القرفة الناعمة دي حسب حريتك انت بقى، احنا بنحبش طعمها اوي فعشان كده مش مكترة في القرفة الناعمة. هحطهم كده في الحلة واقلبهم تقليبة واحدة بس كده ايه، وارجع عليهم بالميه ده، ميه سخنه ميه بتغلي. انا كده ضفت الميه اللي بتغلي ايان. طبعا شايفين كميه الريم قليله جدا، لو انت ما كنتيش عملت الخطوه اللي انا عملتها في الاول دي اللي انت طلعتها من في الاول قبل ما تضيف الميه وغيرت الحله او شطفتيها وكبتي الدم والريم اللي نازل من اللحمه، طبعا الشوربه كانت هتطلع اغمق من كده وهتبقى عليها ريم على وشها كتير. هنسيبها تغلي غلوه بسيطه برضو، لو لسه فيها ريم هيطلع على الوش وهنشتله زي ما انا بشتله كده بالكرنيب.
هي اصلا مفيش فيها ريم كتير اصلا، هو عشان نبقى متفقين برضو اي فراخ واي لحمه لازم يبقى فيها ريم، حتى بالذات كمان اكتر لو هي في الفريزر زي ما انا مطلعه اللحمه كده من الفريزر وفكت، يعني لو حتى لو هي جايه طازه برضو لازم بتطلع ريم علشان الدم والحاجات اللي فيها. هسيبها بقى تغلي براحتها كده واشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده اللوبيا، اوريها لكم اهو الحقيقه. المفروض اللوبيا بتتسلق بتتنقع الاول قبل ما اسلقها، بس مش عارفه النوع اللي انا بستعمله ده ما بيستوي بسرعه جدا على النار، يعني ما بنقعهاش المره دي، مش عارفه ليه، مش عارفه ايه الفرق بينها وبين التانية اللي كنت بنقعها. هوريها لكم اهو ثانيه واحده. دي اللوبيا اللي بقول لكم عليها ما بتستحملش على النار خالص، يعني انا في اللوبيا التانيه انا ما اعرفش ايه الفرق بينهم والله. في اللوبيا التانية انا ببقى يمكن انقعها من اليوم اللي قبله في مية، وفي مية عادية من الحنفية، وبرجع تاني يوم اشتغل فيها يعني اولع عليه. اللوبيا دي ما بتستحملش خالص، يعني انا قعدتها مرة قبل كده لما جيت استوى حسيت انها اتحرت جدا، فدي انا بشتغل فيها على طول. مش عارفة ايه الفرق بينها وبين التانية، تقريبا صغيرة شوية عن النوع التاني ولا ايه مش عارفة. انا بتكلم عن اللوبيا التانية، في لوبيا كبيرة شوية عن كده مش الفاصوليا اللي مبقاش فيها نقطة سودا دي، يعني لا انا مش عارفة. اللي يعرف الفرق يكتب لي في الكومنتات بقى. الوقت انا هغسلها بقى واحطها على النار واخليها تاخد غلوتين ثلاثه كده، وبعد كده بقى اكون جهزت الصلصه معاكم. انا قطعت هنا بصلتين هم صغيرين، بصلتين وسط يعني، وهشوحهم في الزيت، هحمرهم عشان اعمل لهم التسبيكه بتاعه اللوبيا. واللوبيا في نفس الوقت على النار بتغلي، اما تخش بس في اول مرحله استوى كده هحط لها الملح بتاعها. كده خلاص البصله بدات تحمر، احط عليها الفصين التوم دول، لما ريحته تطلع احط عليها الصلصه. الصلصه طبعا مسبكاها في الفريزر معاكم قبل كده، وسبت برضو فصين توم زي اللي انا حطيتهم دول في الاخر، احمرهم واحطهم على وش اللوبيا. بتختلف في الطعم 180 درجه يا بنات والله. الفصين التوم اللي اتحطوا ومتحمرين في الاخر دول اشوحهم كده لحد ما ريحه التوم تطلع، وانزل عليهم بالصلصه. انا كده حطيت الصلصه، احط عليها رشه فلفل اسمر، وهسيبها كده مع بعضها لحد ما تتسبك مع البصل مع بعضها كده، وارجع لكم. لسه متلجه زي ما هي. انا كده ضفت اللوبيا اهون على الصلصه، وخليها بس تاخد تقليبتين كده، واضيف عليها ميه سخنه بقى. لو مستعجله في انها تستوي بسرعه اضيف عليها ميه بتغلي. لو عندك وقت بس قوي استحسن برضه، عشان اللوبيا اصلا سخنه والصلصه سخنه المفروض تضيف عليها ميه بتغلي. انا بيجيلي ساعات اكون نسيت اشغل الكاتل فبضيف عليها ميه ساقعه عادي، بس لما بتيجي تزوديها تاني لو احتاجت تزوديها ونص الطبيخ كده تزوديها ميه، يعني لو تقيله منك او حاجه لازم تبقى تزوديها ميه بتغلي. يعني لو حطيت في المرحله دي ميه ساقعه كده عادي مش هتفرق، كده كده هتسخن مع بعضها وهتغلي. انما لو جيتي تزودها مره تانية بقى بعد مرحله الغليان بتاعتها ما غلت او لقيتها تقلت منك او كده تزودها بقى ميه بتغلي، ما ينفعش تزودها ميه ساقعه علشان البسله ما ترجعش تمسك تاني في بعضها كده تحس انها مجلدعه. هزود بقى الصلصه، هزود بقى الميه عليها. انا كده ضفت الميه اهين تقيله اهين، ولسه كمان لما تغلي برده وتستوي هتتقل. لما تخش في مرحله السوا كده هزود الملح بتاعها. انا زودت شويه ملح صغيرين كده، واللوبيا بتتسلق الوقت بقى لما تستوى وتخش في السوا بتاعها هزود الملح بتاعها، وهزود مرق الدجاج، وهزود برضو رشه سكر صغيره لان احنا علشان تشتري الحموضه بتاعه الطماطم. وبكده اللوبيا خلصت. هنحمر بقى فص الثوم اللي احنا سايبينه في الاخر، هنحمره ونحطه على وشها واوري لكم في التقديم. كده برضو اللحمة بتاخد اخر غلوة على النار، وحطيت الملح بتاعها وهطفي عليها ونقدم مع بعض بقى ان شاء الله. كده انا حمرت فص الثوم حطيته على الوش اهو، هقلبه معاه بقى وخليه ياخد غلوة واحدة بس. هي كده كده خلاص استوى هاخد الزبط غلوة واحدة بس وهطفي عليه. وهنا انا صفيت الشوربه باللحمه في حله تانية، صفيتها بقى من البهارات والحاجات اللي فيها. وانا عندي كنت في اول رمضان كنت محمره كيس شعريه لسان عصفور، هاخد منه بس شويه كده واحطها، بس الشوربه تغلي لازم الشوربه تكون غاليه. لو لسه هتحمري الشعريه الاول وما هياش جاهزه عندك هتحمريها الاول، ولازم الشوربه تكون بتغلي وبعدين تضيفها فوق الشعريه. الوقت هنعمل العكس بقى، هنضيف الشعريه بقى بس ما الشوربه تغلي شويه. شايفين الحركه اللي احنا عملناها في الاول كده مخليها الشوربه صافيه خالص ازاي ما فيش فيها ريم ولا اي حاجه. هنخلص بقى واوريكم في التقديم ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا معاكم لاخر الفيديو، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبالهنا والشفاء.